اثناء بعد فتره يعني هذا البيان او بعديه فتره يعني بسيطه بدات الاتحادات اللي عندها انشطه زي اتحاد الطائره زي اتحاد السله بدات تطلع بيانات. كان اولهم بيان اتحاد الكره الطائره. اتحاد الكره الطائره قال ايه في بيانه؟ قال بناء على خطاب اللجنه الاولمبيه المصريه والخاصه بتعليق اقامه جميع البطولات بسبب انتشار فيروس كورونا. واضاف طبعا القرار واضح ان اتحاد كره اليد علق كل الانشطه حتى في الصالة أو برا الصالة. وأضاف قرر الاتحاد إرجاء جميع بطولاته لجميع مستوياتها داخل الصالات أو خارجها للموسم الرياضي 2021 اعتبارا من يوم الأحد 27 ديسمبر حتى 16 يناير، ويعاد تقييم الموقف بعد ذلك التاريخ. وأتم البيان الاتحاد المصري للكرة الطائرة يتمنى للجميع السلامة ويهيب بالحفاظ على الإجراءات الاحترازية بين الجميع. اتحاد الطائرة قال لك أنا يعني خلاص هوقف كل حاجة ويعني هشوف هقيم بعد يوم 16 يناير. هو أثر كده